عام بالتمام والكمال صار يفصل مدينة وهران عن تنظيم الألعاب المتوسطية بعد إعلان انطلاق العد التنازلي في حفل نظم بساحة سيدي محمد وسط مدينة الباهية. قمنا ب يعني هذا النشاط الرياضي والثقافي اللي فيه كثير من الرياضات وفيه كثير من الاستعراضات وفيه بطولات كرة السلة 3×3 اللي هي حتكون في الدورة المتوسطة في هذه الساحة هذه بالضبط. وحنا فرحانين كثير اليوم لأنه نلاحظوا أن جماهير كل شرائح الجماهير الجزائرية والوهرانية بخصوص راهي حاضرة. الحفل تضمن برنامجا رياضيا وثقافيا وشهد حضورا للجمهور الذي عبر عن شغفه باستقبال وهران هذا الحدث المتوسطي. عجبتنا بزاف حنا كسكان مدينة وهران، الحمد لله تفاجأنا بهذا التنظيم، تنظيم جيد، تنظيم محكم، والله يبارك ما شاء الله ونشكر المسؤولين. نرحبوا بكاع الرياضيين والدول العربية والمجاورة، المجاورة في البحر المتوسط. كما تواصل برنامج الاحتفالية ليلا وسط هذه الأجواء التي تفاعل معها كل من أتى إلى هذه الساحة.